اليوم حزب التجمع الوطني الاحرار كيعاود ياكد بانه ماشي حزب ديال الانتخابات، ماشي حزب ديال الموسميه، وان هذوك الشعارات كلها اللي خدينا قبل الحمله الانتخابيه حيت وعدنا المواطنين باننا غادي نبدلوا المفهوم ديال السياسه باش ما تبقاش فقط واحد الفعل اللي كيدار مره في 5 سنين. هذا التاكيد كيجي اليوم من خلال المواصله ديال هاد اللقاءات مع المنتخبين. هي اكبر لقاءات من نوعها في تاريخ ديال العمل السياسي في المغرب، لان غادي تستهدف اكثر من 10,000 منتخبه ومنتخب على مستوى جميع مناطق المملكه. واليوم كنتلاقاو مع المنتخبات والمنتخبين ديالنا على مستوى جهه الدار البيضاء سطات اللي هي اكبر جهه، وفي ظل هذه الظروف اللي كتعيشها البلاد وكذلك الظروف الدوليه اللي عندها تبعات على الاقتصاد الوطني. اليوم كاين امور مطروحه للنقاش، المنتخبين كنعرفوا بانهم هما اللي في المواجهه ديال المواطن بشكل يومي، كيسمعوا انتقادات اللي كتعطى للحكومه في ارتفاع الاسعار، الانتظارات ديال المواطنين والاسئله ديالهم فين وصل البرنامج الحكومي. هذه فرصه لنا في هذه اللقاءات باش نوضحوا اولا التقدم ديالنا في التفعيل ديال الحمايه الاجتماعيه، الاصلاح ديال الصحه، الاصلاح ديال التعليم، هذا الشيء كامل اللي دار باش نواجهوا هذا الارتفاع ديال الاسعار، وكذلك نجاوبوا مجموعه من الانتقادات اللي كتوجهها المعارضه، واللي الغايه منها ماشي هي البناء ولكن الغايه منها هي التشويش على هذا المسار اللي الى كمل غادي يكون التجمع الوطني للاحرار قوه سياسيه قد يصعب ان يقهرها شي حزب اخر.